لسه عندنا موضوعات هنتكلم فيها وملفات هنفتحها بمجرد العوده من هذا الفاصل. خليكم معنا، عوده من جديد لعشر الصبح في الاهلي. اهلا بكل حضراتكم مره تانية. طبعا احنا النهارده يعني هنبتدي تحدي جديد في بطوله جديده، عندنا ماتش في منتهى الاهميه للنادي الاهلي امام سيراميكا كليوباترا طبعا في كاس السوبر المصري. عندنا بالتالي كلام كتير هنحب نتكلم فيه مع ضيفي العزيز اللي منورني ومشرفني بحلقتنا النهارده، الكابتن الكبير كابتن فتحي نصير نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق وايضا المحاضر بالاتحادين الدولي والافريقي. يا صباح الفل على حضرتك. صباح الخير، منور الدنيا كلها. ده نورك انت ونورك. ايه الالوان الحلوه دي يا كابتن فتحي؟ لا مع الكرافته بتاعتك. بعض ما عندكم يا فندم، بعض ما عندكم. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. شوف، هو احنا المفروض ان احنا قفلنا صفحه كاس العالم للانديه. بس مش قادر ما اسالش حضرتك عن رؤيتك لمشوار الاهلي في النسخه الاخيره من البطوله دي. النسخه الاخيره من بطوله كاس العالم. كاس العالم للانديه. اقدر اقول عنوانها الرئيسي الاهلي ظلم في مباراه قبل النهائي. ظلم بين من التحكيم، لان كان يستحق ان يوصل النهائي طبعا بادائه وبلعبه، لكن قرارات الحكم مش هنقدر نتكلم فيها. ما يحسب لك ضرب الجزاء عليك وما يحسب لكش ضرب الجزاء. فالحاجات دي ما هي التفاصيل الصغيره دي هي اللي بتفرق. طبعا. وهي اللي فرقت بالفعل. وبعدين هي جت في توقيت انت مفروض هتركب في المباراه. بمعنى ايه؟ ان انت الفرقه دي لان عمرها متقدم او سنها كبير فما كانتش هتيجي. هي جت نزلت الشوط الثاني ريحت الربع ساعه، هتنزل تلعب ربع ساعه اللي هم بتوع الراحه خدوا استرخاء، اخر نص ساعه ما كانتش هتقدر تمشي. في التوقيت ده ضرب الجزاء عليك. خلاص ضربه الجزاء ادتهم الدوافع انهم يكملوا لاخر ماتش واثرت علينا بالسلب في انخفاض المعنويات، لان انت كنت قاب قوسين او ادنى من القمه الوصول النهائي. وده اللي كنا متعشمين فيه وبالذات في النسخه دي، لان دي اخر نسخه بوضعها الحالي. بعد كده بقى الوضع هيتغير تماما وعدد الفرق هيتغير تماما ونوعيه المنافسين هتتغير تماما. بالظبط. بس يعني انا بقول لك التحكيم كان له دور، لان احنا وصلنا كتير وكان ممكن بالإضافة إلى سوء إنهاء الهجمات كان يأثر. يعني حتى لو الحكم حسب علينا ضرب الجزاء أو كده كان ممكن نجيب أهداف، ولو جبنا هنكسب. برضو كانت عندنا اللك أو الضعف في استغلال الفرص اللي جات للنادي الأهلي. صح. لكن في النهاية هو ختمها كويس برضو. يعني النادي الأهلي ختم بالمباراة الأخيرة دي بأهداف في كأس عالم. هو مش بيسجل أهداف في مباراة عادية، لكن بيسجل وبيقول لك هو راح للمباراة وركز، جبنا هدفين، حصل شيء من الاسترخاء والفرح ان احنا خلاص وصلنا وان احنا خلاص بقينا الثالث. جابوا هدفين في النهاية، رجعنا تاني لوضعنا. واصلا اللي هو النادي الاهلي وروح النادي الاهلي انها تكسب، نكسب المباراة 4-2. كتير من الجماهير بتتعامل مع مشاركه النادي الاهلي بكاس السوبر من منطلق ان هو ايه في طريق رجوعكم السعوديه مرورا بابو ظبي، هاتوا لنا معاكم الكاس السوبر، هاتوا لنا كاس. الى اي درجه شايف ان الموضوع ممكن فعلا ينتهي بهذا الشكل؟ هو النقطه مشكله النادي الاهلي والناس دي، يمكن كتير من الساده المشاهدين او المسؤولين او المثقفين لو يعرفوا، ان اصعب فرقه او اصعب فتره بتمر بيها النادي الاهلي هي فتره توالي البطولات طبعا المختلفه، مش توالي المباريات في حاجه واحده. يعني لو توالي المباريات في هدف واحد خلاص، لكن انت دلوقتي بتحضر لعيبتك لدوافع كاس السوبر الاولاني اللي خسرناه من في افتتاح البطوله اللي هو كان كاس السوبر الافريقي، ثم البطوله بتاعت دوري الافارقه السوبر اللي برضو خسرناه. دي عايزه دوافع، يعني المدرب بيحضر لدوافع السوبر ثم يحضر لبطوله تانية ثم يحضر، مش بدني ولا فني ولا مهاري، كل ده عادي. ما هتقول لك ما اللعيبه هم وبيجروا هم، لا، في حاجه اسمها الجهاز العصبي اللي بيحرك عضلات اللعيبه واللي بيحرك تحركاتهم واللي بيديهم التركيز ينفذوا واجبات المدرب اللي بيقوله لهم. فانت بتخلط الجهاز العصبي ده برضو، ده يعني احنا بشر، ده الكمبيوتر نفسه ساعات بيهنج. فمخك اكيد بيهنج لان دوافعك مختلفه، كل بطوله لها دوافع. هو جاي دلوقتي ماتش السوبر
ما بينه وما بين كاس العالم ما بتلحقش تفرح. هي كل يعني بطوله كابتن فتحي ليها دوافع، ولا في دافع واحد هو اللي دايما موجود مع كل بطوله اللي هو دافع الحصول على لقبها؟ ما هو دافع الحصول على لقبها ده ايه بقى؟ الطريق للحصول على اللقب، الطريق على الحصول على اللقب في بطوله السوبر الافريقي غير الدوري غير كاس العالم غير، لان الفرق اللي قدامك مختلفه. صحيح. وبالتالي انت الدافع واحد، اي فرقه اي مباراه لها دافع انك تكسب، بس الطريقه انك تكسب بيها الفرقه دي غير الفرقه دي غير الفرقه دي، والجو ده غير الجو ده غير الجو ده، طريقه لعب الفرقه دي غير طريقه لعب كده. انت بتلعب مثلا بتلعب امريكا اللاتينيه، بتلعب اسيا، بتلعب مثلا اليابان الاتحاد قبل كده افريقيا شمال افريقيا، وبعدين بتلعب ساوث افريكا في مملوك سان داونز المباراه بتاعتنا. الفرق طالما اختلفت، ما هو الدافع واحد اختلفت، يبقى انا لازم احضر دوافع بطريقه صح عشان اوصل للهدف بتاعي. طيب الناس اللي ممكن تبقى شايفه ان في بطوله او في كاس السوبر المصري كده كده انت هتلاعب فرق لو قارنتها وقارنت مستواها وحجم الثقل بتاعها بالمقارنه بالتقايل اللي انت لعبتهم مثلا في كاس العالم للانديه في النسخه الاخيره، ففي فروقات كبيره جدا. الكلام ده او التفكير ده صح ولا مفيش حاجه اسمها كده؟ لا لا، التفكير ده صح مليون في الميه. واقول حاجه، ان الفرق كاس العالم، انت شفت فرقه النادي الاهلي قبل ما تسافر محدش متوقع بادائها لما نهينا مع الجونه ونهينا مع التعادل، فاجئنا في ماتش اتحاد جد، وبعدين تروح لا لان الدوافع هناك في حاجة اسمها كريم الطاقة المكنونة داخل اللاعبين، داخل كل لاعب فينا. الطاقة المكنونة دي ما بتطلعش من المدرب ما يقولهاش ولا التدريب يقولها، لكن دافع المباراة نفسها هو الخصم، هو اللي بتطلع عند كل لاعب. طاقة انت ما تقدرش تسيطر عليها، لكن هي بتيجي دايما بالإيجاب. فدي اللي خلت شكل فرقة النادي الأهلي يوم ماتش الاتحاد بالشكل اللي احنا شفناه. هقول لو النادي الاهلي لعب مبارياته في الدوري بمستوى فرق ماتش الاتحاد او الماتش الاخير الياباني او كده، او حتى ماتش البرازيل، لو لعبنا بهذا المستوى الدوري المصري بالنسبه له هيبقى المسافه بعيده قوي بينه وبين بقيه الفرق. فاحنا جايين على فرق دلوقتي هي بتاعتنا بتاع الدوري المصري. طب اخاف بقى ان الفرق بدل احنا ما نشدها لفوق هم يشدونا لتحت. مش ده حصل قبل كده كذا مره؟ يبقى الاهلي وتحديدا بعد العوده من مشاركاته المونديالية بتلاقي مولعين الدنيا في ماتشات قدام فرق كبيره جدا وعالميه جدا، ونيجي بعد منها على طول مع فرق محليه من بتاعتنا اللي هي المفروض ان هي على قد الايد، وتلاقي الوضع مختلف تماما. لان هم هيلعبوا، هم دلوقتي هي الطاقة المكنونة دي اللي طلعت هناك مش هتقدر تطلع هنا، لأن هو هيلاعب لاعب حاسس إن هو قده أو يمكن أحسن منه شوية. بس عنده نفس الحافز بتاع إنه عايز يحصل على لقب البطولة. اللقب ما هو ده اتفقنا عليه واحد. الفرقة اللي قدامك بقى طريقة لعبها الطاقة المكنونة هتطلع لها، لكن مش هتطلع لك أنت، هيبقى كلهم بيتنططوا قدامك، كلهم عاوزين تالت كأس العالم، عاوزين بطل إفريقيا. فدي دوافع عندهم عالية جدا جدا، كل فرقة هتلعب قصادك كده، كل فرقة هتلعب قدامك متكتلة دفاعيا عشان ما يخشش فيها أهداف، عشان تطول عمر المباراة. في المقابل بقى احنا دورنا ايه في الحالة دي؟ دورنا هو ده، دورنا إعداد المدرب للفرقة قبل المباراة، زي ما هو عد فرقتنا قبل ماتش الاتحاد إعداد مثالي، إعداد مثالي طبعا. إن خلت شكل الفرقة واللاعبين، لأن الإعداد النفسي مهم جدا. طب هنا برضو عاوزة إعداد نفسي وعايزة تغيير بعض اللعيبة اللي لعبوا في كأس العالم، عشان يبقى اللي ما لعبش ده عنده دوافع تانية غير دافع المباراة، يثبت نفسه ذاته إن أنا ما لعبتش في كأس العالم كنت أنا أحق، فهتديله دافع إن هو يأدي. يعني كل لاعب هينزل جديد لمصلحته، مصلحة النادي الأهلي ومصلحته هو كمان، فهيرتفع رتم المباراة معاه. المباراة كل الفرق اللي هتلاعب النادي الأهلي في السوبر هتلاعبه بقوة وهتلاعبه بندية وهتلاعبه بحماس وهيبقوا فرحانين. أنا هلعب ضد الراجل مثلا اللي وقف بنزينة، أنا هلعب ضد الراجل اللي جاب صد جول في من بنزين، يعني دوافع تانية كتير بتاعت الفرق دي. إحنا مفروض الإعداد النفسي لنا وجهز لنا نفسنا، ويفصل بين دلوقتي وكاس العالم والثلاث بطولات. احنا لعبنا ثلاث بطولات السنه دي طبعا،
فالثلاث بطولات لم نوافق فيهم. يعني وافقنا يعني ايه للاسباب اللي انا قلتها، ان لكن انك تطلع تالت طبعا حاجه كويسه، يعني تالت كاس العالم، كل قارات العالم طبعا، كل انديه العالم، كل الانديه اللي بتلعب على مستوى العالم، انت دلوقتي طلعت التالت بتاعهم، يبقى انت في منزله كبيره قوي. مفروض ان انا هنا اعدهم الاعداد النفسي اللي يقدر يتعامل مع اللعيب المصري اللي بيتكلم كلامه واللي بيشتغل بلغته وبيأدي أداؤه وحافظ لعبتنا وعايش عيشتنا. لكن احنا قادرين ان شاء الله بإذن الله نكتسب من هذه البطولة الدافع يستمر معانا، الخبرة موجودة لكن طب تستمر معانا، وما نبصش ان انا بلعب مع السيراميكا بتاعت مصر، انا بلعب مع 11 فريق لان انا عايز بطولة، البطولة دي ما تفرقش مين ان انا بلعب ضده. وزي ما بقول تاني، تغيير اللاعبين جدا مهم مهم مهم، لانهم هينزلوا مش مشبعين، لا عندهم دوافع تانية لذاتهم ان هم ما لعبوش في كاس العالم، وبالتالي عاوزين يثبتوا لذاتهم ولمدربينهم ولجمهورهم ولادارتهم ان احنا كنا احق بان احنا نلعب، فبالتالي هيبقى دوافعهم اكتر. طيب في أصوات بتتعالى كل فترة والتانية بتطالب النادي الأهلي بجلب مهاجم صريح، وفي المقابل في وجهة نظر تانية بتقول لك إن أنت عندك أسماء لعيبة في النادي الأهلي حتى وإن كانوا في مراكز مختلفة، لكن كل واحد منهم على حدة يستطيع أن يكون قائما بأعمال المهاجم لحين جلب مهاجم، تمام؟ وفي بعض الأحيان حتى بتبقى مرجعية إهدار الفرص من وجهة نظر البعض إلى جانب غياب التوفيق أحيانا وعدم التركيز أحيانا هو عدم وجود مهاجم صريح. رؤيتك ايه للتفصيله دي؟ الكلام ده كان صحيح 100%. احنا لما لعبنا مع البرازيل فده الفرق بين الدوري المصري والدوري البرازيلي، لان الدوري البرازيلي مستواه يقول لك، والدوري المصري هو الفرقتين ولما بيخش فيه الجول بيتاثر ازاي، الدوري البرازيلي عالي جدا. وبعدين البرازيلي لا، ده دوري امريكا الجنوبيه كلها، ده هم بطل امريكا الجنوبيه. معنى ان انا اكون بطل امريكا الجنوبيه، امريكا الجنوبيه، ارجنتين، برازيل، كولومبيا، باراغواي، اوروغواي، كل الفرق دي كلها انت البطل بتاعهم، فمستوى الكره هناك ومستوى الدوري هناك بيدل على انه اعلى مننا هنا في الدوري المصري. وبالتالي انت هتلعب بقى في الدوري المصري، مصر مع مصر. مشكلتنا ولا زالت، وبقول ان شاء الله هي ده هيكون هدف النادي الاهلي، وانا بقول ان يعني كابتن محمود خطيب رئيس النادي الاهلي ومجموعه مجلس الاداره والمسؤولين عن الكوره قادرين على انهم فعلا نجد ضالتنا في راس حربه هداف، اللي هو بيستغل مش الفرص، انصاف وارباع الفرص. أيوة. لو ده موجود عندنا في المباراه، في ماتش فرقه البرازيل، كنا احنا زمان كسبنا هذه المباراة. لو هو موجود عندنا في ماتشات تانية كتيرة في إفريقيا كنا كسبنا المباراة، من أول ماتش السوبر كنا كسبنا المباراة. أرجو أنهم ينظروا حتى لو الهداف غالي ولعيب غالي قوي، لأن هو لعيب الكرة كل واحد له مواصفات وكل واحد له تخصصات. الهداف هتلاقيه غالي ليه؟ لأنه عملة نادرة، اللي هو عنده إيه؟ قمه في التركيز، على ذكر قمه في المهاره، بغض النظر اذا كانت نادره ولا لا، بس عنصر العمله ده ما برضه ممكن يبقى عامل مشكله للاداره في الفريق. وانا هنا مش بتكلم عن النادي الاهلي، انا بتكلم على اي فريق الود وده ان هو يجيب مثلا بغض النظر مهاجم ولا غير مهاجم، بس لاعب على مستوى عالي جدا هيدفع فيه ارقام بالعمله الصعبه. ما ممكن تبقى العمله الصعبه دي في حد ذاتها مش متوفره في النادي، او بيتم توجيهها لرياضات اخرى داخل النادي. يعني الموضوع مكعبل شويه عن ما الناس متخيله. دلوقتي اتحلت الموضوع ده، هتقول لي ازاي اتحلت؟ يعني اتحلت ايه العمله؟ بطولات كره القدم دلوقتي وبطولات النادي الاهلي اللي هيشارك فيها جوائزها عاليه قوي. انت كاس العالم هتشارك في 25، اللي يقال ان 50 مليون يورو للفريق اللي هيشارك بس، مش اللي هياخد بطوله. اللي يقال اللي هياخدها انا بقول لك اللي يقال، لان فيها عليها
هتقعد شهر البطولة دي وتقعد فترة طويلة، والنادي الأهلي ونادي الوداد هيشاركوا لسه في فرقتين تاني، بس الأهلي خلاص أوكي مشارك لأنه حصل على كل البطولات. إحنا لو إحنا فكرنا بطريقة تانية بقى، ماتش السوبر الأولاني خسرناه فما خدش مكافأة البطل، ماتش البطولة الأندية التانية اللي هو الدوري السوبر برضو ما كملناش فيه. طيب ده كله زائد ماتش كاس العالم هنا، لو احنا الماتش ده كنا قدرنا نجيب فيه اجوال وكده وطلعنا المركز تاني، مش هقول رابع، مش هقول تالت او اول او كده، لو طلعنا على التاني، المكافآت دي كلها كنت انا جبت بيها لاعب وهيزيد وهيبقى ببلاش معايا دلوقتي. يعني لان انا داخل ما بصش بمنظار ضعيف ان انا بلعب في الدوري المصري، الدوري المصري ممكن اكمل بالمصريين، ممكن اكمل باي حد، لكن لو انا دخلت في المحك التاني ده المحك عايز واحد غالي قوي، وانا هعوض فلوسه لان هو كل مباراه هيلعبها هتجيب لي فلوس هتغطي لي المصاريف بتاعته. هتجيب منين؟ صحيح. لازم النظره بتاع النادي الاهلي ما بقاش محلي، انت هتلعب على المستوى الدولي. جميل. قبل بقى ما ندخل مع حضرتك في اجواء ماتش النهارده، هستاذنك بس نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. بجدد التحيه لكل حضراتكم، واكيد بجدد الترحيب بضيفي العزيز اللي منورني في حلقتنا النهارده كابتن فتحي نصير، واللي عايزين ندخل معاه بقى في اجواء ماتش النهارده ونعرف توقعاته لاداره هذه المباراه فنيا، الامور ممكن تمشي ازاي، التشكيل المتوقع للنادي الاهلي، هل نفس اللي انتهينا بيه هنبدا بيه؟ يعني اللعيبه اللي شاركوا في اخر لقاء للاهلي امام اوراوا الياباني متوقع انه يلعب كاملا زي ما هو، ولا الطبيعي والمنطقي يبقى فيه شويه تغييرات على الاقل في 3 4 منهم؟ لا، هو الطبيعي انه هيغير، لا يمكن هيلعب بنفس الفريق، وخصوصا كولر اول مره يلعب بطوله بسكواد ال 11 اللي بيبدا بيهم ثلاث مباريات، واحد باستثناء كوكا في ماتش ومعاهم اكرم توفيق، ده مكان ده، والباقي كله كان مثبته. التثبيت ده كويس لان الثبات بيدي قوه، بيدي اطمئنان، بيدي التزام، لكن الناحيه اللي بقول لك عليها دي الدوافع بقى دلوقتي، يعني هم حسوا انهم عملوا، يعني شاركنا في كاس عالم وجبنا ثالث وجبنا فضيه وكده وطلعنا على المنصه، الدوافع دي خلاص ادت للعيبه جزء من الفرحه وشيء من الاسترخاء، هو مفيش استرخاء لكن شيء من الاسترخاء. فهم بالحاله دي انا قلت لازم يغير شويه، وهيغير هو اكيد بعض، هو عنده دكه ما تقلش على اللي في ارض الملعب، يعني لازم هيغير بعض اللعيبه عشان ينزل يكسب دوافعهم الجديده اللي انا بقول عليها، ان لعيبه لم تشارك او تشارك في انصاف الشوط او في دقائق عاوز يدوم من الاول، فدي تدي دوافع تانية، ودي ميزه البطل، البطل اللي عنده بدلاء كتير وعنده لعيبه كتير يقدر يغير ويقدر يشكل فيهم، وان شاء الله هيحضر ويبقى عنده لسه ان شاء الله يكسب، يبقى عنده ماتش يوم الخميس واخر ماتش لعبه الجمعه، يبقى على الاقل اللعيبه بقى كلها قدامه هتبقى الحمل واحد كلهم، ويقدر يختار فرقه كويسه قوي تلعب له في مباراه يوم الخميس. لكن انا واثق ان شاء الله ان الفرقه هتنزل برضه بنفس الروح، بنفس الضغط، بنفس الحماس، بس بنفس الثقه والهدوء اللي هو يقدر يوصلهم لنهايه المباراه. امال ايه اللي لازم ما يبقاش نفس اللي احنا شفناه في الفتره الاخيره؟ ايه اللي لازم يتغير في البطوله دي عن اللي احنا تابعناه او شفناه او حضرناه في مشاركتنا المونديالية الاخيره؟ لا، الفرق فرق كبير، الجمهور واحد، الجمهور في المملكه كان جمهور الاهلي كبير قوي، وبرضه النهارده هتلاقي جمهور النادي الاهلي اكيد مالي كل المدرجات، ده وضع طبيعي، فالجمهور حتى كولر في المؤتمر الصحفي بيقول انا عايز اشوف الجمهور، لان حس بالجمهور بيأثر قد ايه في الفرقه وبيحركهم وبيخليهم يتحركوا. هو نفسه الحقيقه في نهايات كل المباريات اللي فاتت بيبقى دايما حريص ان هو يرفع العلم ويروح للجمهور لانه هو فرحان بيه. فلما شافش كده كل ما يروح بلد يلاقي جمهور الاهلي، الاهلي هنا ولا هنا ولا هنا. صحيح. فطبعا فهو هيروح ان شاء الله باذن الله، حته الجمهور دي موجوده، والملعب بساط يعني الحمد لله تمام من الملاعب المتميزه جدا،
واللي هو ملعب استاد محمد بن زايد. بالمناسبة الاستاد ده يمكن أنا أول واحد حط فيه النجيلة بتاعته وزرعته وحضرناه. كلام ده سنة 74، أول ما كنت أنا هناك لفترة كده يعني قعدت سنة وأنا كنت في النادي الأهلي ورحت. فالملعب ده هو استاد محمد بن زايد اللي هو استاد نادي الجزيرة. حلوة دي. فلما جابوا لنا كان الشيخ زايد الله يرحمه جاب لنا الاختار، كان في الأندية هناك ثلاث أندية، فاداهم قطع أرض لأن احنا كنا بنلعب في أرض ترابية كده هناك وبتاع. فجينا نخطط فجابوا المهندس وكده، فأنا بقول لهم هنا هنحط ملعب كرة القدم. فقاعدين المناسبة يعني أحد الشيوخ قاعدين قال لي كيف يا كابتن أنت عشان بتاع الكورة هتحط الملعب النمرة واحد، خلينا تحط الصلاة هو بتاع كرة يد. أوكي. قلت له لا، الملاعب المفتوحة تتحط الأول لأن في اتجاه شمس واتجاه هواء واتجاه ريح واتجاهات دي، ما يبقاش المقصورة الشمس في عينيك، ما يبقاش حارس المرمى الشمس في عينيك، فبالتالي يبقى الاتجاه. بعد كده لما نبني الملاعب الصلاة المغلقة مش هتتأثر لا لها شمس ولا لها، حطها بأي وضع. صحيح. فطبعا اقتنع. منطقي جدا. اقتنع. فده الملعب الحمد لله وليا ذكريات كبيرة هناك. أكيد. في المجمع، والناس هناك كانوا عملوا لنا برنامج مخصوص بدايات للنادي الجزيرة، وجت قناة أبو ظبي هنا سجلت على تاريخ فتح نصير مع نادي الجزيرة اللي هو عليه استاد محمد بن زايد اللي هيتعمل معاه. مش خير اللي حضرتك بتقوله ده. هيتعمل معاه على اعتبار ان هو مش خير ان شاء الله. خير باذن الله. فالنادي طبعا هناك من الانديه المتميزه وملعبه كويس. الاداء بقى اللي هو هيأديه اللعيبه دوافعهم ان احنا عاوزين السوبر، نشيل كاس بقى مش نشيل ميداليه. ايوه طبعا. فايا كانت، وده اول نظام لها يتعمل فيه اربع انديه. فدي بتبقى برضو دوافع تانية ان في اول بطوله تقام باربع انديه السوبر يبقى النادي الاهلي صاحب هذه البطوله. هو بالمناسبه ممكن البعض يتساءل طب واحنا ليه البطولات اللي من النوع ده وخصوصا ان كل المشاركين فيها مصريين ليه بتتلعب خارج مصر؟ لا، العالم دلوقتي كده بيعمل يعني اسبانيا بتروح تلعب في السعوديه، ايطاليا بتروح تلعب في قطر. الفرق دي لما بتلعب، وبعدين هو بيبقى لها غرض غير كده تسويقي وعرض للبضاعه بتاعتنا وعرض الامكانياتنا والتعاون بين الدولتين بين مصر والامارات، التعاون بين مجلس ابو ظبي الرياضي واللي هو مسؤول عن هذه البطوله والاتحاد المصري لكره القدم والبطولات اللي هنا دي، طبعا بيبقى فيها تسويقيا اكتر. هنا ما تقدرش تعمل مدرج يتميلي فيه 60,000 70,000، احنا ما بنعملش دلوقتي، لكن لما تروح هناك بتقدر. اذا وتغيير احنا الاستاد عندنا ماله؟ لا، ما هو انت ما بيسمحلكش انك انت تملى الاستاد 100,000 من فرقتين. الساعات كامله تقصد؟ يعني الظروف عندنا دلوقتي ما بتساعدش ان احنا نلعب بالكثافه كلها الا اذا كانت فرقه اجنبيه واحنا فرقه مصريه. كده الفتره اخر كام يوم ابتدى يبقى في كلام جديد عن متحور جديد، يعني ربنا يستر ونشوف هيبقى جراءه ايه او يعني عواقب هذا الامر ايه. لا، ربنا يستر. وبعدين انا عشان كده بقول لحضرتك ان احنا هناك في 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 الامارات بيبقى غير انها تغيير للعيبه والاجهزه والحكام وكده لها المردود المادي كويس. يعني التسويق اهم حاجه في كره القدم دلوقتي، التسويق والتسويق الصح فبيقدر. فطبعا لها جانب تسويقي بيبقى له دور كبير او انهم يكونوا موجودين هناك. نقاط القوة اللي عند سيراميكا كليوباترا واللي لازم نحسن التعامل معاها، وفي نفس الوقت نقاط الضعف اللي عندهم واللي لازم احنا بدورنا نستغلها ايه؟ اقول لحضرتك نقاط السيراميكا، اي فريق في الثلاث فرق نعتبر ان ال 11 لاعب هم 11 قوة قدامي، ما حددش لاعب او اتنين، ما حددش مجموعات، ما حددش طرق لعب. انا رايح وفي ثلاث فرق مفروض هتنافس معاهم. تقول لي ده انت هتلعب ماتش واحد؟ ايوه، ما انا هلعب ماتش واحد وبعد كده هلعب فرقه من الاثنين التانيين. مظبوط. يعني اي فرقه من الثلاثه فرقتين بلعبهم، ده حق مشروع لهم انهم يلعبوا وانا ما ابصش هم ايه.
انا بلعب عشان ان انا افوز. بالتالي احنا حافظينهم زي ما مدرب كان حافظ اتحاد جده، حافظ فرقه البرازيل، حافظ الفرق اللي قدامه وعمل طرق اللعبه بتاعته عليه. هنا برضو هنلعب. انا لا استعين وما اقولش اي مباراه سهله، ما فيش حاجه اسمها مباراه سهله. ما فيش اقول انا اصل انا معلش هلعب سيراميكا، اصل انا مش عارف هلعب، لا. اي فرقه بلعبها انا بلعب فريق قوي شارك معايا في المنافسه وله حق مشروع في انه يوصل المنصه. فدي دي دي اللي هتبقى. تقول لي طيب توقع مين الفرقه والتشكيل وكده، عمري ما بحط نفسي او مش هحط نفسي، بنصح ان احنا محدش يتوقع فرقته، لان اللي عارف الفرقه هو واحد بس، المدرب. هو اللي عارف فرقته، عارف ده نام، عارف ده ما نامش، عارف ده متعور، عارف ده مزاجه، عارف ده هيربطهم مع بعض ازاي، عارف هنا ايه، فهو اللي حافظ كل فرقه. لو انا اتحطيت مكانه او هو يقول لي ايه اللي هو شايفه هقول له الفرقه ايه. بس حضرتك سيدي العارفين يا كابتن فتحي، احنا في مصر عندنا احنا 104 مليون مدرب و104 مليون محلل رياضي. ايوه ما ده ده اللي حصل. ما هو عشان كده انا بنصحهم ان ما نجيش ناحيه تشكيل الفريق او التغيير، يقول لك ليه غير فلان مكان فلان. وده كان بيتكرر كتير في الفتره الاخيره، يعني في ناس كتير من الجمهور كان عندهم دايما تحفظات على التغيير، نوعيته وتوقيته. ما هو انت ما تعرفش هو غير ليه. اما يطلع يقول لي بعد المباراه انا غيرت فلان عشان ده بدل ده عشان كذا، انا هنا اقدر احلل اقول له لا انت كان مفروض، لكن انا ما اعرفش هو غير ليه اثناء المباراه. هل هو غير لان اللاعب ده مصاب؟ هل هو غير لان اللاعب ده مش مرتبط خططيا مع الفرقه؟ هل هو غير عشان قدامه خصم لازم ان انا الاعب ده هنا ايه وكده؟ التغييرات دي المدرب بس هو في الملعب هو اللي حاسس بايه اللي هو ممكن يعمله. فاخر ماتش اللي كنا في كاس العالم لما نزل في الاخر رامي ربيعه، طب ما هو نزله ليه رامي ربيعه وانت مهاجم وكده؟ لان شاف ان الفرقه بدات تلعب الكور العاليه في منطقه الجزاء، فهو عايز المنطقه دي دايما الكره ما تبقاش في الارض، دايما في الهواء ترجع في الهواء، فعايز شويه اطوال في الملعب. فبيقيس مين الاطوال اللي عندي بيلعب بدماغي ورا، عندي عبد المنعم وعندي ياسر وعندي مين، يبقى لازم انزل ربيعه على اساس شويه اطوال في الملعب. انا بقيسها كده، كم لاعب فيه اطوال، كم لاعب فيه السرعات، كم كده. الحاجات دي هو بيفكر، المدرب بيفكر بعد ما يقول لي انا غيرت ليه ممكن انتقد، لكن ما انتقدش قبل المباراه ولا اثناء المباراه. وعادة بعد المباراه المدير الفني ما بيحتاجش ان هو يبرر للجمهور عادة، يعني ما يعني انت على طول وبتكسب خلاص الناس مش هتقول انت عملت، لكن برضه يقول، يعني يقولوا ليه غيرته فلان مكان فلان رغم ان ده كان كويس. ايوه لان انا لقيت نسبه الاطوال عندي قليله، فانا عايز ازود الاطوال في وسط ملعبي، فحطيت رامي ربيعه وشلت ده لان ده مثلا قصير هنا مش هيفيدني في الفتره دي، اخر 10 دقائق عايز الناس الاطوال الكتيره تلعب بدماغها. طب ما بداتش بيه ليه؟ لان انا في الاول انا عايز العب عشان اجيب اجوال، فدلوقتي وصلت للجول الثالث، كانت النتيجه 3-2 قبل ما يجي الجول الرابع، فاذا عايز احافظ ان الناحيه الدفاعيه ابقى ملتزم بيها، والثلاثه دي انا يعني مقتنع لكن ممكن اجيب الرابع، لكن ما يخش فيه اهداف لان طريقه لعبهم انه بيلعبوا عالي. ففي تغييرات احنا نقراها كده من بعيد ونشوفها ونقولها. كابتن ايمن الرمادي في جزء من تصريحاته اللي صرح بيها في المؤتمر الصحفي امبارح، من ضمن الكلام اللي قاله قال ما معناه ان الفروقات بين لعيبه سيراميكا كليوباترا ولعيبه النادي الاهلي متناهيه الصغر. انا عايز اعرف رؤيه حضرتك لهذه المقوله. هو عايز يرفع من معنويات فرقته. طبعا ايمن الرمادي عاش فتره طويله في الامارات وجو الامارات، وبيتكلم على ان هو هناك يعني عايش والجو عارف الناس ايه، لكن لما يقول متناهيه الصغر دي يعني نقدر نقول مش عايز يقول ان انا فرقتي زي النادي الاهلي، فبيقول متناهيه الصغر. فطبعا هو بيقولها باسلوب حضاري وباسلوب راقي ان لازم يقول كده، بالتالي هو رفع من معنويات فرقته.
ما يحسسهمش انهم اقزام او هم صغيرين او هم خبراتهم قليله. يعني فرقه جايه من كاس عالم مع فرقه بقى لها 10 ايام ما بتلعبش، هم المود بتاعهم والريتم بتاعهم عالي جدا دلوقتي، والهارموني بتاعهم عالي جدا طبعا. من كاس عالم وانت جاي من 10 ايام راحه، فاذا هم جايين من معركه والخبرات والدوافع والكلام ده كده، فلازم هتقول انها متناهيه الصغر عشان تحسس ان فرقتك قويه واحنا ما فيش فرق بيننا وبينهم، احنا هنقدر نعمل كل حاجه. هو النوع ده من الكلام انا حتى نفسي قلت كده في مقدمه الحلقه النهارده وانا بتكلم بالتفصيله دي، بقول ان ده حق مشروع لاي مدير فني في مؤتمر صحفي، ان هو بطبيعه الحال عايز يحث لاعيبته على ان هم يبذلوا اقصى ما عندهم، عايز يحسسهم ان انتم ما تقلوش عن المنافس ايا كان مين المنافس الى اخره. لكن في بعض الاحيان بيبقى في تصريحات معينه كفيله بان هي تثير حفيظه حتى اللعيبه نفسها، مش هقول لك الجمهور وردود الافعال لا ما هو ذكي، ما هو ما قالش انا زيهم يبقى اللعيبه هتحس بقى يقول لك ايه. لا متناهيه الصغر يعني قد ايه متناهيه؟ متناهيه الصغر قد كده ولا قد كده ولا قد كده؟ يعني اذا في فروقات، يعني اذا بيعترف ان في فرق، بس الفرق ده قد ايه اللي هيتحكم فيه اداء اللعيبه في الملعب. صحيح، هم اللي يخلوا الفرق ده كبير او هيخلوا الفرق ده صغير او مفيش فرق خالص، على حسب اداء اللاعبين الفرقتين داخل الملعب. احنا ان شاء الله متعشمين ومتوقعين باذن الله ان احنا لما نتابع ماتش النهارده سنجد ما يسرنا ان شاء الله، وان شاء الله يعني يرجع النادي الاهلي ببطوله جديده، بطوله مهمه كتير كبيره يعني بالنسبه لجمهور النادي الاهلي، اللي لما الاهلي بيشارك في اي بطوله بالنسبه له المركز الثاني زيه زي الرابع زي السادس، لو ما خدناش البطوله بالزبط. الناس بتتعكنن ان شاء الله تبقى الناس مرضيه مع نهايه البطوله ان شاء الله. انا بشكرك يا كابتن فتحي على وجودك معانا النهارده، نورتني. شكرا جزيلا، اشوفك على خير ان شاء الله. توفيق. طيب خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع بقى نكمل الكلام. اتفضل.